من اللاعبين اللي لهم سجل دولي كبير، 52 مباراة، 33 سنة بيلعب في نادي اند هوفن. طب العرض جوه الجول، ياها كرة حلوة جميلة جميلة جميلة. دايما كلينزمان، كلينزمان زي الصح زي ما قلت لحضراتكم بيجيب الأهداف الجميلة. يورجين كلينزمان بيجيب الهدف الأول لألمانيا بعد مضي حوالي 6 دقايق. هنشوف الجول ده أكثر من مرة طبعا. كلينزمان بيجيب الهدف الأول لألمانيا بعد مضي حوالي 6 دقايق، هنشوفها مع بعض. أهي عمل على طول. فاين ريتر عرضية وفولر مرة تانية. الهدف الثاني لكليتمان، كلينتمان يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 37. 2 ألمانيا